السلام عليكم، يومكم سعيد للمتابعين ديالنا، المتابعين ديال الشريط الالكتروني ديال شتوكا بريس، المتابعين ديال مصطفى رضا. بعد ازيد من 3 ديال الاسابيع بعد المينا، هذه المرض اللعين ديال كورونا كما الم بجميع المرضى اللي نتمنوا لهم ان شاء الله الشفاء العاجل، الشفاء العاجل. يعني اليوم الرابع على التوالي، الحمد لله استرجعنا التوازن ديالنا واسترجعنا الصحة ديالنا، وإن شاء الله تبعنا البروتوكول الصحي اللي بقى لنا الأسبوع، بقى لي أسبوع إن شاء الله باش نرجع لكم ونرجع البرامج كما ولفتوا دينا دائما، رؤساء الجماعات وجمعيات وفنانة وما إلى ذلك. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ألم بنا ما ألم بجميع المرضى، ولكن الحمد لله استطعنا تغلبوا عليه، ونتمنى ان شاء الله جميع مرضى المسلمين حتى هما يتغلبوا على هذا المرض. وكنتمنى لكم الصحه والسلامه، وخذوا الحذر ديالكم، كونوا على بال كما تيقولوا، كونوا على بال. هذا المرض خطير جدا، راه ما يمكنش باش يتوصف نهائيا. كتشوفوا الصحه ديالي دابا، ولكن الحمد لله احسن، رغم ذلك احسن حال مما كانت فيه. كيكون داكشي راه كيتسبب ضيق التنفس وخفقان القلب وفقدان التوازن والتعب الشديد، وصعيب باش نوصف لكم داكشي اللي دزنا منه. تقريبا ألم بالعائلة كاملة، ولكن العبد الضعيف أكثر تضررا من هذا المرض. ما جبناه حتى شي بلاصة، جا حتى للدار ديالنا، جا على شكل ضيف عائلي، وفي هذا المرض ضيف عائلي من طرف الأم، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله هذا درس ان شاء الله في الحياه، رغم انه صعيب ودزنا فيه ايام وساعات عصيبه جدا، كنا على وشك فقدان الحياه، ولكن الحمد لله كتب لنا الله امر جديد. هذا الشيء صعيب. المهم، خذوا الحذر ديالكم الاخوه الكرام، السادة المشاهدين المتابعين ديالنا، هذا الشيء صعيب. بنادم يدير الكمامة ديالو ويدير تعقيم بين الفينة والأخرى، ويكون على حذر عداء والحذر الشديد، لأن الصحة ما كتحملش. وإن شاء الله نهار يطلقوا تلقيح، كونوا أول من يبادر بهذا التلقيح، لأن غادي تقيكم من هذا المرض، لأنه صعيب جدا. واللي ما شافوش، واللي ما شاف أحد أفراد العائلة ديالو، اللي ما شاف داك الشيء ما غاديش يثيق. هذا الشيء راه صعيب بزاف، راه دزنا من ساعات عصيبه جدا، كتمنى غير دوق غير المذاق ديال الماء، وما يمكنش ليك الاكل، ما كاينش النعاس، ما كاينش دقيقه ديال النعاس، بغيتي غير دقيقه تنعس، دقيقه 60 ثانيه تنعسها وترتاح فيها، ما كايناش. هذا الشيء صعيب بزاف الاخوان الكرام، خذوا الحذر ديالكم. الحمد لله العبد الضعيف والعائلة ديالو اللي هما 8 ديال الأفراد، دابا الحمد لله تجاوزنا المرحلة، وبقى لنا واحد الأسبوع باش نكملوا البروتوكول الصحي. دابا راه تجاوز استرجعنا تغلبنا على هذا الوباء، استرجعنا القوام ديالنا والصحة ديالنا الحمد لله، والتوازن ديالنا وأحسن حالة. رغم كما كتشوفوا في الصورة راه تأثرت بزاف، ولكن في أحسن حال مما كانت عليها قبل أسبوع. يعني هذا الشيء راه صعيب بزاف، الحمد لله كم كتب لنا الله هذا الوباء نشوفوه، ونتمنى الله يكون مغفرة ديال الذنوب ويغفر في الله الذنوب ديالنا الصغيرة والكبيرة إن شاء الله. ونتمنى لكم جميع تكونوا في الصحة والسلامة، وتجاوزوا، وكما قلنا لكم ديروا الاحترازات ديالكم، ديروا التباعد، ديروا الكمامة، ديروا التعقيمات، ديروا ما يلزم. رغم ذلك كنا كنديروه، ولكن جانا على شكل ضيف كما قال لكم، ضيف عائلي من طرف الام، لا اله الا الله، هادشي مكتب، ولكن بنادم يدير اكثر من جهده. وكما قال لكم، نهار يطلقوا تلقيح كونوا السباقين باش ديروا هذا التلقيح، ما تسمعوش الاشاعات، ما تسمعوا داكشي اللي كيتقال. الحمد لله راه عندنا الخبراء وعندنا التقنيين، وصاحب الجلاله راه الراعي ديال الامه، راه هو من اعطى التعليمات ديالو باش يدير هذا التلقيح. والتلقيح راه مزيان باش تقيكم وتقي العائله ديالكم، لان هذا المرض صعيب. راه واخا نعيا حتى نوصف لكم داكشي اللي شفنا، راه صعيب نوصف
صعيب نوصف لكم جميع داك الشيء اللي شفتو، والحمد لله كتب لنا الله تبارك وتعالى عمر جديد. الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نتجاوزوا هذا البروتوكول الصحي ان شاء الله، غادي نتجاوزوا هذا المرض ونتغلبوا عليه الحمد لله. الحمد لله نتمنى جميع مرضى المسلمين حتى هما يتغلبوا على هذا المرض، وجميع راه صعيب صعيب تقلب على دقيقة ديال الناس وما تلقاهاش. هذا الشيء اللي كنعاود لكم، راه والله الا الله ربي عالم بيا، الا داك الشيء لا حول ولا قوة الا بالله، توصف حتى تعيا وما توصف. وتمنى الله تبارك وتعالى ما يوري لكم هذا المرض العين، ولكن كما قلنا لكم ادخلوا الحدث ديالكم ونهار الدار تلقيح تكون اول السباقين ان شاء الله هذا تلقيح. ومصطفى رضا ان شاء الله الاسبوع المقبل غادي تلقوا به من جديد في الصفحه ديالكم في الجريده ديالكم في البرامج كما ولفتوا فيه ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله دابا بخير، مصطفى رضا راه بخير ولا بخير دابا، كتشوفوا في الصوره ديالو وكتشوفوه هكا، ولكن الحمد لله احسن حال مما كان فيه قبل اسبوع. قبل اسبوع راه كان مصطفى رضا يتمنى دقيقه من النوم ولم يجدها. الحمد لله، نتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيده ويوم سعيد، وتكونوا على الصحه والسلامه ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. والاسبوع المقبل كما قلنا لكم غادي تلقوا معنا من جديد ان شاء الله، نكملوا هذا البروتوكول الصحي، وان شاء الله تلقوا معنا في البرامج ديالنا ان شاء الله كما ولفتونا فينا دائما ان شاء الله. نتمنى لكم خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.